إذن هو ما يشذ عن اللغة أبدا القرآن أبدا أبدا، أبدا يجري على سنن العربية، قطعا قطعا. علمه من علمه وجهله من جهله، لا أكيد حرج في هذا. أكيد أكيد. طيب في بهذا المنطق ربما يأتي بكلمات تكون مترادفة أو متقاربة في الدلالة، كما في قوله تبارك وتعالى مثلا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. استخدم الفؤاد والقلب، فهل هنالك فرق وما اللمسة البيانية في كل كلمة من فيهم؟ الفؤاد يعني اشتقاقها هي في اللغة من التفؤد، فأد بمعنى شوى. فأد شوى، هذا فعل فأد؟ طبعا فأد يفأد شواه، شواه. والمفتأد هو المكان الوقود، مكان الوقود مفتأد. هو المفتأد، أيوة، كأنه خارجا من جنب صفحته سفود شرب، نسوه عند مفتأدي سفود قلب. مكان الاشتعال طبعا شواه، فأد شوى معنى. طب وفؤاد منها إذا مشوي، قلب مشوي، لا مفتأد، فؤاد محترق، محترق طبعا. يا لطيف. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، محترقا لولدها على غيرها، تتحرك. طب لولا أن ربطنا على قلبها، لا القلب استعمل غير شكل، القلب بمعنى الشجاعة والعلم. ذلك لاحظ، قل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، استعمل للعلم والشجاعة وليربط على قلوبكم. نعم، يستعمل أشياء. الفؤاد يستعمل شيء آخر، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. طب وأفئدتهم هواء، هواء خالية بعد ما يظهر كل شيء. عجيب عجيب. إذا مش قلبي من كثرة التقلب مثلا، هذا الناس يقولون يعني هكذا، والقلب الناس، إنما هذا غير صحيح. لا، وهذا في القرآن غير استعمال آخر. لا، إذا القرآن له خصوصات استعمال، له خصوصات استعمال. بعدين هو القلب يتقلب، هذه الصورة، هذا الشكل. وما سمي الإنسان إلا نفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب، وكلام. نعم.